التقديم فيه 5 خطوات. أولا، اختيار التخصص والجامعة. يعد اختيار جامعة تناسب وضع الطالب الأكاديمي وقدراته الشخصية مسألة بالغة الأهمية، لذلك نقدم خدمات استشارية لطلابنا بإعداد قائمة المدارس والجامعات الملائمة لرغباتهم وأهداف الطلاب وعائلاتهم. قبل اختيار الجامعة لطلابنا، نقدم معلومات عن الكلية التي يريدها ونوجه الطالب إلى اختيار الجامعة والقسم المناسب له، ونصنف الجامعات حسب اهتماماته، ويستطيع الطالب التقديم باستخدام قائمة الجامعات التي أعددناها لأجلكم، أو بزيارة مكتبنا، أو الاتصال الصوتي والمرئي مع مستشارينا، حيث نقدم خدماتنا حسب رغباتكم. ثانياً، التسجيل المسبق وإعداد الوثائق. نعمل على تسجيلك في البرامج والجامعات التي حددتها مع فريقنا سابقاً، ونبدأ التسجيل بتقديم خطاب القبول، والتي تعد المرحلة الأولى من التسجيل. خطاب القبول هو وثيقة تفيد بأنك تلقيت موافقة من الجامعة، تحتوي على آخر رسوم التسجيل، ويتم إرسالها في غضون 5 أو 6 أيام بعد تقديم الطلب. نبدأ التسجيل بتقدير المستندات المطلوبة لخطاب القبول، وهي نسخة من الشهادة الثانوية، صورة شخصية، معلومات التواصل الخاصة بك، وصورة عن جواز السفر. يتم تقديم هذه المستندات من قبل وكالة أنصر، ومن خلالها نحصل لك على خصومات خاصة بنا. كيف يمكنك إرسال هذه المستندات إلينا؟ يمكنك إرسال هذه المستندات إلينا عبر البريد الإلكتروني أو عن طريق الواتساب، ولا يتم طلب أي أجرة لقاء هذه الخدمات. ثالثاً، خطاب القبول والتسجيل النهائي. ذكرنا سابقاً أن الخطوة الأولى في مرحلة التسجيل هي استلام خطاب القبول من الجامعة. بعد أن يرسل الطالب المستندات المطلوبة إلى فريقنا، نتلقى خطاب القبول من الجامعات التي اختارها إلى جانب الخصومات الخاصة بوكالتنا. كل هذا في غضون حوالي 5 أيام فقط، ويكون تقديم وتلقي خطابات القبول وجميع خدمات التسجيل مجانية لطلابنا. ولأن هذه المراحل يتم إجراؤها من قبل فريقنا، فإنها تسهل على الطالب وأسرته إكمال هذه العملية بسلاسة تامة. بعد خطاب القبول، يجب على الطالب تحديد الجامعة النهائية التي يود الدراسة فيها، وستطلب الجامعة منك دفعة مسبقة للتسجيل النهائي، ويتم كتابة الرسوم التي ستدفع والتفاصيل المصرفية في خطاب القبول المرسل. رابعاً، الفيزا. من المهم تقديم طلب التأشيرة بعد التسجيل النهائي مباشرة، لأن هذه العملية قد تستغرق أحيانا وقتا أطول، ويتم الحصول على التأشيرة الطالب من السفارة التركية في بلدكم. خامسا، خدمات أخرى. بعد هذه الخطوات يتم الانتهاء من إجراءات التسجيل الجامعي والتأشيرة، ولكن هناك العديد من الخطوات التي تتطلب الخبرة، مثل إجراءات المعادلة والنقل والإقامة والتأمين الصحي وتصاريح الإقامة. يوفر فريقنا المتمرس معلومات ضمن طلب وإمكانيات الطالب وأسرته، مما يمنع الفوضى والأحداث الغير مرغوب فيها التي قد تحدث. يحاول فريقنا تلبية طلباتك باستخدام أكثر القنوات دقة، ويساعدك في الحصول على أفضل نتيجة. وللحصول على معلومات مفصلة، يمكنكم زيارة قسم الخدمات الخاص بموقعنا.